تتصاعد وتيرة الأحداث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، مع تزايد الضربات التي يواجهها حزب الله للارتكازات والتجمعات العسكرية الإسرائيلية. يقابله استهداف إسرائيل لمناطق في عمق لبنان، إلا أن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز هرمز 450 أحدث لغطاً بين الجانبين. حزب الله نشر مقطع فيديو حول إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 بواسطة صاروخ أرض جو، وحدد موقع سقوط حطامها بمنطقة جبل إصبع الجليل. إسرائيل علقت على الواقعة وأكدت أن الطائرة لم تتعرض لنيران معادية، رغم حديثها في وقت سابق عن هبوط اضطراري لطائرة مسيرة. وفي تعليقها الأولي قالت إن دفاعاتها اعترضت بنجاح صاروخ أرض جو استهدف طائرة مسيرة.